استعدادات اللعيبة مستمرة قبل لحظات من بداية اللقاء الحاسم في رحلة لقب كابيتانو مصر. روح عالية واضحة على وشوش كل اللاعبين وإصرار على تقديم أقصى ما عندهم في أرض الملعب. بسم الله الرحمن الرحيم. دور الثمانية الكبار، دور مفهوش هزار. مين حيكمل المشوار؟ فريقين لرمزين كبيرين، كابتن محمود بكر وكابتن شحتة اللي بيقود فريق محمود بكر، كابتن أحمد إكاز. واللي بيقود فريق شحتة حيكون اليماني. الماتش بحضور كابتن جمال حمزة نجم نادي الزمالك السابق. اسمع الكلام، ركز في الملعب، عايز رجاله في الملعب. خلاص يلا انزل، يلا رجال، يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. دور الثمانية الكبار، دور مفهوش هزار. مين حيكمل المشوار النهاردة في يوم جديد من أيام الكابيتانو لفريقين لرمزين كبيرين؟ طبعاً اليماني معاه 9 نقاط، بس عمال يقولي مش فارقة لأن الماتش ده خروج المغلوب. المباراة بدأت بداية سريعة مع رغبة واضحة من الفرقتين لتسجيل هدف مبكر. مرة تانية عايز يعدي عمر حمدي. سعادة يلعب الكورة لكينو ابن أسوان، يلعب الكرة مرة تانية لمعاذ. معاذ بيجري يعمل سبرينت كويس قوي. علي محمد، علي 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 ابن الجيزة. كور عزيزة، كور عزيزة. أول هدف اللقاء لعلي. علي محمد عبد الفتاح يلعب أول كرة بنجاح. باص من كينو في نص الملعب، الكرة توصل لمعاذ محمود اللي بيعمل ثرو ولا أروع لعلي محمد. علي بيقف على كورته وبيلمح تقدم حارس المرمى. هوب بيعمل كرة لب عالمي، هدف أول لفريق محمود بكر. يا ولد ابن الجيزة، كرة عزيزة. قدر ان هو يستلمها ويعملها كانها لوب كده في الجون، كان شكلها كمان في الجميل جدا لدرجه ان جمال حمزه قال لي جون جميل جدا ورائع جدا، جون عالمي. الحارس كان متقدم شويه فهو لعبها بدقه جميله بصراحه، من الاهداف الرائعه اللي انا شفتها النهارده. انا عايز اشوف رياكشنك لما يجي فيك جون. اهو جون والله جون. بقول له نفسي اشوف رياكشنك لما يجي في الجون، راح اديك الجون. ايه الحطه دي يا سيد؟ عشان بنهرج هنا. علي حط جول يتدرس في الكتب. جون عالمي. علي حط جول يتدرس في الكتب. معاذ هو ابن أسوان اللي دايما بيتحرك في كل مكان، فضل مساحة لعلي ابن الجيزة اللي كوره عزيزة. عادل تعمل ايه؟ استنى جامد شوية. عايزين اعوض بقى دلوقتي مرة تانية. ولا يعدي كويس قوي من الشمال، عايز يعمل هجمة سريعة، يلعب الكرة حلوة قوي على الأرض عند السيد محمود ابن الشرقية اللي عايز يعدي. لكن ياخد فاول من منطقة مهمة جدا. باص بالكعب من اللاعب المهاري السيد محمود وتحرك رائع لتنفيذ 1-2. تدخل عنيف من مدافع فريق محمود بكر بيحسب بعدها الحكم فاول على حدود منطقة الجزاء. السيد محمود ولكن بره المرمى وبره الملعب، بيلعب الكوره بره.
محاولات فريق شحتة مستمرة لتعديل النتيجة، لكن التسديدة بتعلى من السيد محمود. مرة تانية عند علي في نص الملعب اللي عايز يعدي، لكن يتخلص منه الكرة كويس قوي. محمد دؤي ابن اسكندرية يلعب الكرة على الأرض المرة دي، عايز يعدي، يعدي حلو قوي. السيد محمود ابن الشرقية يلعب الكرة على الأرض، اللي عايز يشوت الكرة اخلص. بلال بلال اخلص، لكن يتدخل الدفاع وتروح اطلع 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 الكرة لقدام. يا بلال كابتن، فريق شحتة بيفرض سيطرته على اللقاء بعد ما تأخر بهدف. تمريرة بعد فنت رائع من السيد محمود لبلال أحمد اللي بيتأخر في التسديد على المرمى. كرة استحق عليها تعريف كابتن يماني. يا بلال بدل عمل الجول. رامي التماس، تغيير أحمد عزت، وحيخرج محمد أحمد ابن الأقصر. يا رفعت اطلع عبد الله. سعادة مرة تانية يلعب الكرة في اليمين، يعدي كويس قوي. احمد عزت يلعب الكره لقدام عند السيد محمود ابن الشرقيه ابن الشرقيه ابن الشرقيه. خطيره الكره دي من ابن الشرقيه يا راجل يا ولد. تمريره من اللاعب البديل احمد عزت للسيد محمود اللي بيستغل سرعته وبياخد قرار المرور من الناحيه اليمين، ومجهود فردي بيخش جوه ال 18، لكن تسديده تمر بعرض الملعب. إصرار وعزيمة بتخلي اللاعب رجل الشوط الأول من المباراة. أنت يا رفعت بتقابله راجل من قابله، لكن يعدي. يا ولد يا ولد مرة تانية تروح نص الملعب، عايز يشوط من بعيد السيد محمود، لكن يتدخل الدفاع قدامه وتروح عند عزت. اللي عايز يعدي عزت يلعب الكرة كويس قوي، ممكن يعمل خطورة، ممكن يعمل خطورة في الكرة. مرة تانية في الشمال عند بلال اللي يلعب الكوره، ولكن ابن بورسعيد. محاولات مستمره من فريق شحته لتسجيل هدف التعادل، لكن ناقصها تركيز في اللمسه الاخيره. الماتش يعني في تكافؤ بعض الاوقات. فرقه اليماني دلوقتي ضغطه جامد جدا، عايزين يعوضوا الهدف اللي دخل فيهم. امسك الكوره احمد عزت، تروح منه عند محمد رضا، يلعب الكوره عند كينو. كينو ابن كومومبو يجري ورا الكوره، ولكن تطلع بره وبينتهي الشوط الاول. بينتهي الشوط الاول بتقدم محمود بكر بهدف اللي استحوذ فيه فريق شحته على الكوره وضيع فرص كتير لتعديل النتيجه. ما تستعجلش الجون والعب الكره ما بين الثلاث خشبات. ليه عايز تجيب اصعب جون ممكن؟ مش عايز اجيب الجون والله. حطها ما بين الثلاث خشبات، بس حطها ما بين الثلاث خشبات. هروح الى صراحه قصيره ثم نعود ونلقاكم مع احداث الشوط الثاني.